من جديد نحييكم في الجزء الرابع والأخير الذي سنتوقف من خلاله للحديث عن الندوة الصحفية لشركة إبروك التي وعدت وتعد بمشروع كبير وكبير. سنتوقف عند هذا الندوة الصحفية التي تم من خلالها أقول تقديم المدير الرياضي الدكتور عبد الكريم بن عودة رفقة المناجر العام أمين كبير، رفقة أيضا خير الدين ماضوي ورئيس مجلس إدارة شاكي بوماري، وأيضا رفقة فيصل بالبشير العضو الفعال نائب رئيس النادي الذي أيضا يقوم بعمل كبير وجبار. سنتوقف عند هؤلاء ونتوقف عند الندوة الصحفية وعند بيان شبيبة القبائل وعندما بدر مني حول مولودية البيض لأنني أخطأت في حق الفريق. كلمة حق يجب أن تقال، أنا لم أدافع عن حميسي، أنا قلت أخطأت في حدكم مرتبة 9 و10 وهذا أيضا خطأ مني وقع سهوا، لذلك سأقدم اعتذاراتي بدون حشمة كما يقولوا باللغة العامية. لكن قبل هذا مراد إلى أعمال العنف يا مراد، إلى أين نحن ذاهبون يا سمير حوحو؟ إلى أين نحن ذاهبون سي جمال مسعودان؟ ظاهرة العنف تكلمنا عليها كثير في البلاطوهات، تكلمنا وكانت توعية، كانت ندوات، كان يعني كل شيء. الشيء اليوم اللي نتأسفوا له هو مولودية الجزائر اليوم راهي من أكبر يعني الفرق، خلينا أن التاريخ تاعها هو معروف، تاريخ المولودية ما كاش اللي ما يعرفوش، ولكن بالإضافة إلى هذا التاريخ اليوم احنا كصحفيين عرفنا انه التشكيله بالنسبه لهذا الفريق لا باس بها، المسيرين راهم يعملوا كل ما في وسعهم باش الفريق يكون في مستوى عالي، وحنا ما نحتاجوش يكون في مستوى عالي على مستوى محلي، لا نحتاجوه يكون في مستوى عالي على مستوى قاري. بينما فيما يخص الانصار يعني انا نقول اليوم جمعه كما نعرفوا اليوم الجمعه الاغلبيه كانت في المسجد. شوف انا هاو الرد تاعي، انا نقول باللي نعرفوا انصار تاع المولوديه يعني لا لا ماشي المولوديه، انصار المولوديه انصار سطيف كاع تاع المولودية من أبرز الأنصار في لا الجزائر. لا هذه المناوشات ما بين أنصار وفاق سطيف وما بين أنصار مولودية الجزائر. نعم نعم. وكان مناوشات أيضا ما بين أبناء الحي، كيف جات تسب لي في داري وتطيح كان داري؟ سا سي با نورمال. لا حبيت نقول لك أنه الأنصار نعرفوهم كي سطيف كي المولودية يعني الأغلبية لاباس بهم، إذا كان فيه بعض البعض 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 اللي يستعملوا هذا العنف لابد انه يعني لابد ما يخليهمش، هما ما يخليهمش. لماذا؟ لانه اليوم فريق المولوديه راه في مستوى عالي، هاك تشوف الصوره هاي تبين هاي واضحه. المولوديه يا الانصار ماشي غير المولوديه مراد، مانيش على المولوديه، راني على المولوديه وسطيف. للزوج كانوا يكسروا، للزوج كانوا يضربوا مراد. انا كنت متمني مقابله حساسه كيما هذا. ما فو با كولاجي المولوديه مراد، في مولوديه وسطيف للزوج كانوا يضربوا. ما فهمتش انا فهمت انه لا لا ماشي المولوديه. كمال شوف مقابلة حساسة كيما هذه. أنا كنت متمني ما تبرمج في ملعب. أنا شكون اللوب؟ أنا عارف الملعب تاع أنا شكون اللوب؟ اللي برمج المباراة، لأنه تسولك تشاهدوا فيها بين أنصار المولودية وفاق سطيف. أوكي؟ وبعدها دخلوا أبناء الحي. سي با نورمال تكسر له أنت في داره وتكسر له الكراج تاعه. دفاع النفس، من الحق وليش دار البيضاء. بصح سكان دار البيضاء مشكيو. قال لكم يا نمار برمجت لقاءات في ملعب دار البيضاء، على كان ملعب دار البيضاء؟ على حليتو نيسون مونديلا؟ على اليوم كان ملعب 5 جويليا؟ على اليوم هذه المنشآت اللي رئيس الجمهورية قال لكم هذه للشباب الجزائري؟ من هذا اللوبي اللي راهو يتسبب في هذه الكوارث؟ باسكو اليوم سي با نورمال، اليوم الحملة غير بريئة، اليوم الحملة ممنهجة، اليوم من تسبب في سوء أرضية الميدان تاع 5 جويليا وأرضية ميدان على كل 5 جويليا الحمد لله عاودوا للمستوى وأرضية نيسون مونديلا، كاين لوبيات عندها هدف، الهدف هذا وصلوا له. اليوم ابناء الوطن الواحد الاخ يضرب خوه، تا مولوديه وتا سطايفي، ابري تا الجيريان ونحونا تا سطايفي وتا شاوي وتا قبيلي وتا مزابي وتا وهراني، اوني توس دي زانجيريان. نحونا الجهويه من فضلكم يا ناس، خافوا ربي نحكي من قلبي. يا نمار يا نمار يا نمار، وين الرئيس امير سي مسعودان؟ هاي الصوره انا باش نكمل هادو الجمعه اليوم كمال، انا باش نكمل نصبر قلتها ونزيد ناكد عليها ونعاود نرجع هذا وين فهمت. على كل حال جو بونسي بلي كامل انصار تاع المولوديه والانصار تاع الصيف اللي عرفناهم من الكؤوس تتويجات كبيره كسبه من فضلك كيما قلت انت، اللي نعرفوهم بالاغاني تاعهم بالتشجيعات تاعهم تحطهم في ملعب كيما هذا. لماذا؟ لانه كان ملعب مونديلا وملعب 5 جويليا المشاكل ما زالت مطروحه الى حد الان فيما يخص باسكو ستاد صغير الناس حابه تدخل ستاد. وضحوا للناس باللي ملعب اللي ما تعرفش ملعب دار البيضاء كيف ما فيه حي سكني انا اعرف شوف 5000 شوف موراه نو جاي في ملعب يعني في وسط السكان دونك ان ماتش كيما هذا كمان اون لو بروغرام با في 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 وسط حي سكني كيما دار البيضاء شفتها يعني والله غير يعني سي ديزونون دو فوار سو جونر ديماج
اونور ايمي يعني تبروغرام الماتش في في سيم سودان يعني. سيم سودان نعم نقولها يلي عميت المناصر الاخر سواء سطيفي ولا انت مولوديه واش ربحت؟ يلي اليوم فتحت له راسه واش ربحت؟ يلي اللي بعثته عند يماه وباباه بوتيت كاين اللي راه كوما كاين ان شاء الله اتمنى ما تكونش وفيات واش ربحت؟ اسكو لا كونسونس ترونكيل؟ اسكو ترقد دالاز؟ انت واعر انت شوفان انت تمشي لك في الدم. لي جوار داو 30 مليون بصحتهم بصحتكم يا لي جوار بصحتكم يا لي ماناجير بصحتكم يا لي زونترينار بصحتكم بصحتكم هذا رزق من الله بصحتكم بصحة المناصر ما عرفش يفيق ما عرفش يفيق بلي هو جاي من 17 صباح كرشو فارغه ما عرفش يفيق بلي قاعد خمس سوايع سبع سوايع وقاعد في البيطون ما عرفش يفيق ما عرفش يفيق شنو نقول من هذا يا اخي هو هذه موعظه موعظه جميله على كل حال والله ما موعظه الله نقول من القلب والله ماني نسحق على البوز والله ما نعاوش على البوز لا سامعني ماش تاي قضية بوز انا مش نبربان مش نهضر على البوز انا نهضر على الكلام نتاعك كلام فيه 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 من موعظه ولكن انا اليوم نقول باللي اولا الجريمه الاولى هو برمجه ماتش قمه في قمر والله غير جوري بريفيري تمنيت يدي لوكاليزا يروح للبليده يتلعب في البليده في تشاكير وما يتلعبش في دار في, في الدار البيضاء ستاد يز في حي يز يز 5000 يعني 5000 هذه اول جريمه ثانيا انا نقول باللي وتكلمنا بليزيور فوا عن الردع اليوم عندنا الاليات عندنا الاليات وتكلمنا كثيرا وكثيرا على كومو كيف نحارب العنف كيف تحارب في افغا في 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 انجلترا جاونا ناس هنا ودرسونا وعلمونا وداروا لنا بزاف بزاف الامور ندخل للتطبيق اليوم لابد من التطبيق كي نقولوا التطبيق اليوم قدام اللاعب اليوم في اوروبا لليوم دير 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 مشكل ممنوع عليك الماتش الجاي والله ممنوع غير تروح الكوميساريا تسيني في الكوميساريا صالي على بنا المنشآت حاجه على بنا المنشآت اللي يمسيكم كلمه مره على بنا المنشآت اليوم لا اليوم نيسون مدينة مغلق علاه مغلق وانت قلت كلمه شويه علاه مغلق علاه كديروا هكذا على سلطات الدوله السلطات العليا للبلاد انها تبعث في هذا الموضوع بالذات الى شركه بروك في اول ندوه صحفيه لها بعد ترسيمها الدخول الرسمي يوم 10 سبتمبر ناكد على هذه النقطه يوم 10 سبتمبر استلمت الشركة المهام الندوة الصحفية يعني من أجل مخاطبة الجماهير والوسائل الإعلامية حول مشروع النادي يقولون بأنهم يمنون النفس بإعادة المولودية الوهرانية إلى السكة الصحيحة وكلمة حق لأنني يعني في تواصل مع هذه الإدارة الجديدة هذا رئيس النادي لك تشاهدوا فيه شاكيب غماري أحد خيرة الإطارات في الجزائر هذا يتعامل مع الجابوني ويتعامل مع الصينيين ومع الإيطاليين بأموال كبيرة وكبيرة وضخمة وكان أيضا من بين الإطارات الجزائرية بعد القرار السيادي لرئيس الجمهورية القرار أقول السيادي هذه البواخر هي اللي دات الغاز ودات الفوسفات ودات الدول طبعا من خلال بواخر جزائرية محضة يعني اليوم لا خوف على مولودية وهران وطبعا حول أيضا فيصل بالبشير حتى نعطي حق هذه الإدارة وهذه الإطارات يقولون بأنهم يمنون النفس بإعادة المولودية إلى السكة الصحيحة يعني هذا الإطار بإمكانه يسير فريق كرة قدم ليس بالشيء الصعب وليس بالمعجزة نستمع لشاكيب غماري رئيس مجلس إدارة مولودية وهران دونك جو سوي فوني ايسي كوم بروميير كونفيرونس دو بريس معكم جميعا باش نقدم لكم لو ستاف تكنيك داكور باسكو كاينه بزاف بزاف لي كيسيون على لو ستاف تكنيك دونك نقدموا لكم سي مادوي l'entraîneur en chef de l'équipe senior du Mouloudia Club d'Oran. Monsieur Lemine, qui est le manager de l'équipe senior, Lemine Kebir. Monsieur Ben Ouda Abdelkrim, qui a été installé Lyon Beddet, ou à l'ABA, pour Nadoua Sahafia, comme directeur technique sportif du Mouloudia Club d'Oran. اللي هو راكم تعرفوه كاع الى اون غروند ايستوار افيك لو فوتبول والسي بالبشير كي عضو في مجلس الاداره تاعنا طبعا هذا ما تعلق كما قلت بالندوه الصحفيه سامر حوحو او ندوه صحفيه نذكر كبير مناجر عام تاع الاكابر وبن عودان مدير تقني مدير تقني دي تي اس اوكي مادوي المدرب الرئيسي
وطبعا ندوه صحفيه من اجل عرض مشروع فريق مولودية وهران. سما كنت هدرت كمال على شركه كبيره يعني واطارات. لا الاطارات نحن نتكلم عليهم اصدقاء يعني زملاء سيدي كونسي في زوج ولعبوا الفوتبول في زوج كي عبد الكريم بن عوده ولا لامين كبير. بن عوده لعب فوتبول بيان سور. في وين؟ لعب معايا حتى في بسكره. الله يبارك الله يبارك. سي ان بون جوار ان بون غوشي كان واطار يعني هذه معلومه سيتان كونسيي ولا بيرثاني اونسيان جوار كونسيي دونك اطارات هذا باختصاص تاع كره القدم نتمناو غير النجاح وانا يعني نثمن هذا كي نلقاو مستشارين اختصاص كره القدم في مناصب كيما هذه ما علينا الا نثمنوا ان شاء الله. بغيت نجيب بكل صراحه اليوم جهات الشركات سيفري ما عندناش خبره تاع تسيير في كره القدم ولكن واحد الاطار كيما هذا فيصل بالبشير ولا شيك بوماري يتعامل مع الايطاليين مع الصينيين يقعد خمس شهور هناك في اليابان من اجل مصلحه الجزائر وبعد القرار السيادي للدوله الجزائريه هذاك القرار السيادي جاوبت مع شركه ايبروك باش نعطوا حقها باش كل واحد يدي حقه. كره القدم جو بونس ماهيش حاجه نرجوها شغل حاجه عظيمه باللي لازم اللي يلعب فوتبول يسيرها بكل صراحه. الجواب بكل بساطه قلت تتعامل مع اجانب. ما اجانب ولكن اليوم راه يتعامل مع وسط كروي متعفن. متعفن بارك الله فيك هكذا احنا نتمناو ما يبقاش متعفن في المستقبل القريب جدا. احنا واش المطلوب؟ احنا كرأي مانيش انا اللي نقرر ولكن المطلوب من هذه الشركات هو العمل بكل جديه تجاه هذه الفرق. واش الجديه؟ واش نقصد؟ هو الحفاظ ثم الحفاظ على المال العام يعني التسيير العقلاني فيما يخص الرواتب فيما يخص يعني كل ما هو تسيير أمر مالي مراد. وإداري أمر راح ينهجدك مراد. نعم أمر راح ينفذك السيرة إن شاء الله من خلال المبالغ. نقول مبالغ والله ماري كبيرة ناس عاد المدرب الرئيسي اللي ربما الكاشي تاعو هذاك هو لا نتكلم على المدرب بطل إفريقيا بصح الكل كاشي تاع لي كاتيجوري تاع المديريات تاع المناجر سي دي كاشي نورمال. كي نقول نورمال يعني مبالغ عادية وجدوا عادية ولست مدافع يعني كلمة حق فقط وعاد يكون هذا شاكيب غوماري يكون ضيفي لأنه تواصل معي في الهاتف وعطاني معلومات. أنا اليوم تكلمت على هذه المعلومات طبعا في برنامج الكبار لا فيفر نطر بارونتاز الحمى اللي خذات الفرق في هذا في الصائفة هذه بين الفرق اللي عندها شركات وين أصبحنا اللاعبين نتكلم بالملايير ماشي بال100 وبال50 يبرو. انا على بالي باللي اونتر لي زونتربريز هذو علاه قلت لك نتمنى انه يندار في لو فير بلاي الفير بلاي فينانسي. اليوم سي كمال الشركه اليوم ابروك غدوه محتوم عليها انها تتابع الفرق اللي راح يجيب لو غران جوار هو ثاني اوبليجي ويروح يجيب لي غران جوار وما يعي يمد في 700 و800 مليار كمال. الله يبارك فيك الى عندك تفضل. حبيت تبارك على قلت انت باللي يتعامل مع دي زيترونجي انا نقول له باللي تسير شركه ماهوش كيما تسير كره القدم عندها خصوصيتها ولكن باش تنجح في تسير كره القدم لازم دير اختصاص دير لي كونسي تاعك ولا الناس اللي تخدم ديريكت هما اللي يكونوا اهل اختصاص كيما نشوفوا بن عوده ولا لامين كبير هذا اهل اختصاص. بصح باش تجيب لي دي زادمينستراتور تاع شركات وكنت كلمت انا في واحد الشركه ما نسميهاش كان المدير تاعها العام فت معاك انت قلت له ما تقدروش بتسير تاع الشركه تاعك تطبقوا للكره القدم وانا ايضا دي كونسيي اون فوتبول طبعا وانا مع هذه الفكره لما لك ما قال سابع ومستشارين ايضا يواكبوا هذا المشروع. الرياضه رفقه ايضا ابناء الفريق ابناء المدينه لازم ليدونتيتي تاع الكلوب ايضا تبقى كلمه حق يجب ان تقال. انا هنا لذلك الاسماء او لتسكيت اسماء ولكن في اسماء ريال ثاني انا فقط هذه الاداره تصدر عبد الحفيظ التصفوت في البدايه ولكن رفض. عبد الحفيظ التصفوت عنده كلش عنده المستوى الدراسي المستوى العلمي المعرفي التسييري والكروي والتاريخي دونك باش نعطوا لكل دي حق حقه ولكنه رفض. عرضوا لاعبين قدامى باش يحضروا في ندوه صحفيه ولكن الاغلبيه تاعهم ما جاوش وما عرضوهمش باش يعرضوهم حسب كلامهم. قال لك عرضناهم باش ندخلوهم معنا في المشروع يعني باش السيبورتي تاع لمسيو تعرفوا اكزاكتومون واش كاين. لمسيو اليوم ما حصلش على اسمه واسمين لمسيو لعبت فيها دي جينيراسيون دي جينيراسيون دي جينيراسيون والله غرطاسوا بهذ الاسماء وهذ الاسماء على بالها ولكن رفضوا باش يجوا مراد لاسباب ما داروش كيما صون الغاز اخويا ما على كل الى عبد الكريم بن عوده المدير الرياضي الجديد او المدير التقني المكلف بالفئات الشبانيه وبالمركز التكويني حتى نضع الامور في نصابها. الهدف تاعنا ان شاء الله وهذا سيمون نروحوا البان تاع جياس كديرك مع مجلس الاداره وما كاين ثلاث محاور مهمه جدا. اولا المحور الاول فيما يخص
إنشاء مدرسة كرة القدم اللي إن شاء الله تكون التسمية تاعها لو نيمينغ سي مولودية فوتبول سكول اللي عندها نبدو مساس يعني من الأسس لأي فريق نبدأ في انتقاء اللاعبين من 6 سنوات حتى 12 سنة. كل اللاعبين موجودين في مدينة وهران وولادها تسخر وعندها قدرات كبيرة في الفئات الشبانية. المحور الثاني وهو إنشاء أكاديمية مولودية وهران اللي تكون من 12 سنة حتى 15 سنة، وإن شاء الله تكون هذا الهدف تاعنا، وهذا بعد مشاورة مع مجلس الإدارة أن نوضع أحسن لاعبين في تكوين لاعبين ذات مستوى عالي، ولما لا كذلك يكونوا هاد اللاعبين خزان للفرق الوطنية. المحور الثالث وإن شاء الله نشكر سيد والي ولاية وهران واللي نحتاجوه في أمر مهم جدا، وهو مركز التكوين سون دو فورماسيون. دونك هادو 3 محاور كبيرة، مركز التكوين اللي يكون مركز تكوين جهوي على مستوى كل الجهة الغربية. مرض بوطاجين. نعم هذا الكلام، هذا المشروع يتجسد، هذا الكلام كنا تمنينا على الواقع اللي يطبق، هذا الكلام كنا تمنينا نسمعوه من قبل سنوات وحنا نهضروا عليه هكذا. مراكز التكوين او الاكاديميات، وللاسف جات اتحاديه اعطت واحد المشروع اللي كارثي، اللي هو معروف مراكز التكوين الاربعه اللي ما تمش الانجاز، وبالتالي يعتبر مشروع فاشل. اليوم هذه الحقيقه وهذا المعمول به دوليا، مراكز تكوين على مستوى الفرق. صحيح. احنا واش نتمناو؟ ان شاء الله يوفقوا، هذا ما كان. سمعنا هذا الملف. لا حبيت نطرح سؤال برك ونخليه سؤال. هل الشركات اللي جات للفرق هذه عندها مشروع كيما اللي رانا نسمعوا فيه، او جات غير بسلك الديون وتزيد تخلص لي سالير دي جواري دي زونترينور والخدامه اللي ما كانوش يخلصوا؟ وللمره الالف اقول، وللمره الالف على هذه الشركات او على هاد المسؤولين انهم يتقبلوا انتقادات الاعلام، سواء في هذا البلاطو او في بلاطو اخر. ونحن هنا لسنا هنا لكي ندخل في صراعات مع زملاء لنا، لا، الاحترام مازال متبادل بيناتنا ويبقى متبادل الى ان يرث الله الارض وما عليها. لازم الاداره تتقبل الانتقادات، الانتقادات ماهيش عيب. الانتقادات اللي توري لك الطريق، الانتقادات اللي تفكرك باسماء، الانتقادات اللي تعطي لك سياسه، ماهيش عيب. ماهيش عيب. واحد ما يحرم من الصحافه من حق الكلام او من حق ابداء الراي. والاحترام مهم يا ناس. كل الاسره الاعلاميه دون استثناء. إلى شبيبة القبائل التي رسلت البلاد ببيان رسمي وبمراسلة رسمية حول ما بدر من الضيف الإعلامي زين عامر حول ما قاله في حق شبيبة القبائل، إدارة التي امتعضت الكلام الذي بدر منه وحتى بدر منها حول إقالة المدرب طبعا يوسف بوزيدي وعدم وجود مشروع وشيء من هذا القبيل. تكلمت شخصيا مع السيد شلول حتى يكون حاضر معي في البلاطو، وعدني أن يكون حاضرا أو ممثل من شبيبة القبائل حتى نعطي طبعا حق الرد لفريق شبيبة القبائل، وتعطيني أيضا البيان وليد مرجاوي. هذا البيان طبعا نصدره، طبعا هذه المرسلة التي أصدرت طبعا إلى قناة في البلاد. أنا نقول حق الرد مكفول دستوريا، أي شخص معنوي، أي مؤسسة، أي شركة، أي مسير يذكر اسمه هنا في هذا البرنامج مرحبا به في أي وقت. طبعا هذا البيان الذي لخص كل شيء على ما بادر طبعا من الضيف الذي هو أيضا يبقى مسؤول على كلامه كإعلامي، يبقى طبعا مسؤول على كلامه. ونحن لسنا بالقناة الموجهة أو بالديبا الموجه اللي باش يطيح الأشخاص، نو، احنا رانا هنا باش ننتقدوا النقد البناء، وهذا حقكم، حق فريق شبيبة القبائل، وإن شاء الله يكون حاضر ممثل عن فريق شبيبة حتى نعطي له حق الرد. إلى مولودية البيض طبعا ما بادر مني أيضا من خلال الكلام الذي قلته بأنه حد فريق مولودية البيض هو المرتبة 9 و10. أنا من خلال هذا المنبر أعتذر لإدارة الفريق وأعتذر لمناصري ومحبي مولودية البيض. ياك مع السخانة مراد بوطاجين، الإنسان ربما يغلط ساعة وين يغلط، والاعتذار ماهوش عيب، الاعتذار ماشي عيب بالكبار. وكان لي حديث مع السيد حماني وعدني إن شاء الله باش يكون حاضر معي، والإقالة هو حر، يقيل ينحي، الإدارة هي حرة. أنا تكلمت على المشروع، قلت إذا أمنتوا بالمدرب في بداية الموسم يعني ماشي خسارة المولودية اللي تخلي المدرب يروح. هما عندهم أمور أخرى، هما شايفين صلاحهم وشايفين عمل المدرب، وكل واحد له الحق في اختيار اي مدرب. هذا ما تعلق ما بدر مني حول مولودية وهران. والى قرعة كأس رابطة ابطال افريقيا
سامر حوحو شاب بلوزداد رفقة الأهلي المصري ورفقة أفريكانس التنزاني وأيضا لو ذكرني في الفريق الرابع أيضا وليد مرجاوي. احنا نقولوا ماتش كابيتال سي ار بي الأهلي. Effectivement, donc c'est un groupe N'Golo, Winben, CRB ou l'Ahli, ils vont se disputer la première place. Al-Warak Kamal, ou la Kenya Bka, Kord Kadam, Dimafia, Mouvajahat, ou la Kenya normalement, yani, Bitarika, N'Golo, logique, Montekia, yani, M'Kun, Tkun Bin, l'Ahli, ou Shabab Louzdad, Borbo Tajik. هي في الحقيقة شباب الوزداد اليوم خدا تجربة يعني فيما يخص هذه المنافسة القارية راه مرتاح أولا كفريق على مستوى في البطولة المحلية وأنا نظن يعني من خلال الخرجات تاعو السنوات الأخيرة هذه راه مرتاح ما نقبلوش أقل من النهائي نعم ما نقبلوش ما نقبلوش لا اليوم ما نقبلوش شباب الوزداد بإمكانيات والفريق الرابع ميدياما من غانا سميرة ميدياما من غانا الفريق الرابع نعم الفريق الرابع ميدياما من انا نظن يعني مهما يكون الاسم تاع الفرق هذه شباب الوزداد ما نقبلوش يعني النهائي والفوز بالكاس والوبجيكتيف والوبجيكتيف من اترافير لي ريكروتمان اللي داروهم سيدي ريكروتمان ما شاء الله على كل حال المدرب من الحارس انا نظن باللي السي ار بي ان دي زوبجيكتيف ماجر تاع الابطال اسمه هي رابطة الابطال على الاقل النهائي كما قلت انا دونك هذه هي كمال دونك اتحاد العاصمه ايضا في تجربه اخرى في كاس الكاف درك الاسماعيلي ديتونتور دي تيتر كمال ما نرضاوش سوبر سبور يونايتد مع من ايجيبت فريق عادي عادي مودرن فيتور مودرن فيتور والهلال الليبي الهلال الليبي نظن يعني حسب يعني الخبره اللي عند اتحاد العاصمه نظن يقدر يتجاوز المرحله هذه ان شاء الله ومرة أخرى نقولوا لازم نكونوا ثاني ماشي غورمون برك ولكن نكونوا موضوعيين ليسما ديتونتور دي تيتر كمال لازم لوبجيكتيف الهدف الأول والرئيسي هو يعني الكأس مرة أخرى إن شاء الله. أنا نشوف الفوج هذايا والمجموعة هذه يعني أقل صعوبة بالمقارنة مع المجموعة تاع شباب الوزداد. اتحاد العاصمة هنايا ممكن كذلك بتجربته هو البطل أنا نظن يعني ما فيش مشكلة. عندهم تنقل فقط الى افريقيا الجنوبيه حتى ذلك ليبيا ومصر يعني الدربيه في المباراه هو كمال فريق مودرن فيتور نظن يعني من الفرق الجيده في البطوله المصريه انا كنت سي جون سودان نظن لازم مع الخبره اللي كما قال سي مراد مع الخبره اللي اكتسبتها انا نظن باللي نفس الشيء كوم سي ار بي هي المحافظه طبعا على نتمنى طبعا كل توفيق للانديه الجزائريه في المشاركه القاريه مرض بوطاجي بارك الله فيك استاذنا كنت سعيد بتواجدك معي كنت اسعد والله اعطوك كلمه ختاميه وفان نقول لك اولا بون كوراج نتمنى لك انت راك ناجح على كل حال زيد 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 يكون نجاح لماذا لانه احنا اليوم المنشط او يعني المقدم البرامج مثل هذه احنا الجمهور بحاجه اليه الجمهور بحاجه اليه باش يخلق هذاك لو ديبا كونتراديكتوار باش نمشيو للانتقاد الانتقاد البناء الانتقاد الموضوعي هاك قلت كلمه على اساس انه الفرق لازم تاخذ بعين الاعتبار المدربين ياخذوا بعض الانتقادات احنا للمصلحه نتاع الرياضه الجزائرية والمصلحة العامة للبلاد. بارك الله في سامي حوحو. سعيد جدا بوجودك معك كمال مرة أخرى وراك كنت يعني متألق كالعادة. إن شاء الله وحنا نوجدوا في فارق إن شاء الله. إن شاء الله. ولمن في المنتخبات الوطنية إن شاء الله كمال. عندك حبيت بالمناسبة برك يعني ندير اتصال لسكان مدينة الشطيبي الرائعة تاع النبا اللي نحييهم يعني بالمناسبة. راه جاي نجي معك. إن شاء الله. كيف سودان بارك الله فيك. شكرا شكرا لك عندي امتي ميساج إذا كان سمحت لي كمال فيما يخص أنا الميساج يعني هذا طلب لسي وليد سادي رئيس الفيدرالية اللي نتمنى له كل النجاح الفرق اللي المديونة اللي راهي تلعب في الكاتريام دوزيام تروازيام الكاتريام المديونة واللي تفائلت خير على أساس أنها راح يرفع عليها الغب نتاع لو ريكروتمون إن شاء الله يكمل فيها ويعطيهم لا بوسيبيليتي دو ريكروتي باش يبداو إن شاء الله في التدريبات. شكرا. في الأخير طبعا تحية للاعب السابق لمولودية طهران هذا نسيبو تلاقينا به أمس هنا في العاصمة ملهوس شكري اللي فاز بكأس الجمهورية مع مولودية طهران عام 84 ضد الدي إن سي في ملعب باتنا ربحوا 2-1 كانوا الدي إن سي ربحنا 0 غاليزا بن ميمون في الطمورة ومن بعد الباح أضاف طبعا الهدف الثاني تحية لحرقان فريد
من ورن يعير بنت اورانيا وايضا ليليا وشيماء احد المطاعم الفاخره طبعا في وهران، وايضا اسامه امشاني مصور وصحفي الصفحه الرسميه طبعا لفريق بلديه وهران، اضافه الى سيريانو باقامه حسناوي ايضا بوهران، حيهم تحيه حاره وخالصه، وايضا الى امين البصير من معسكر متابع وفي طبعا لهذا البرنامج، وفريد ليوا من محوس ببرج الكيفان. طبعا هذا كل ما لدي طبعا ما تعلق بالإهداءات. نعم وليد مرجاوي الى رانيا عباشي، ايضا نقدمون ايضا التحيه الحره والخالصه، سكريبت تاعنا هنا بقناه البلاد، وايضا زكي اللوس المخرج، وليد مرجاوي المشرف، رفقه اسماعيل، رفقه ايوب، رفقه ايضا عبد الغفار واغيلاز، وايضا كلوفي في هندسه الصوت، وكل من ساهم معي طبعا في انجاح هذا العدد. الملتقى يوم الاثنين في عدد سيكون الاخير وما قبل الاخير لي طبعا بسبب ظروف شخصيه وصحية قاهرة متعلقة بابني، سيكون ربما وليد مرجاوي هو طبعا الخليفة ان شاء الله، الخليفة في تقديم برنامج احكي بالون، طبعا اعتقد بقي عدد او عددين، وبعدها وليد مرجاوي هو الذي سيشرف على اعداد وتشريط هذا البرنامج. ليلة سعيدة في امان الله.